وعبد المجيد يا من ام ترى. اي والله حظ. لا ابو كاتب ما عندي يمكن يجيب كل حق البديل. ليش ما انت؟ لا ما اظن. لا ترى ما شاركت. انا مرت انا مرت انا مرت لا خدم امس 900 واليوم ايش؟ صبر صبر. ما تريد رئيس البلديه؟ لا ليش ما تريده؟ ما اريده اليوم خصم. اسمعني عطني انا خادم المسجد مالي شغل مالي لا راقة ولا جمل. خليني انظف. من يريد رئيس البلديه اليوم؟ مجاني خلاص له زياده 100. انا مجرد مواطن مسكين فقير ما عندي شيء. من يريد رئيس البلديه؟ يا رب قول امين. والله العظيم اني من حوزي امين امين. والله حظ عبد المجيد وفاروق تعال قول امين. سلمت البلديه يوم واحد سويت قول امين. والله انت